أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل إعادة العمل في مشاريع مجاري شرقاطة وبيجي وبلد بعد توفير جزء من المبالغ المخصصة لها، مشيرا إلى أن مشاريع المجاري في منطقة القادسية في تكريت وقضاء الدور سيعود العمل بهما حال وصول الدفعات المالية المخصصة لها. بعد أن وصل مبلغ الذرعات جزء من مبلغ الذرعات للمجاري في البيجي والشرقاط وبلد، راح تباشر الشركات في عملها بالمجاري تحسبا لفصل الشتاء. ايضا بنفس الوقت احنا ننتظر دفعه اخرى حتى المجاري في القادسيه والدور ايضا تكون مشموله بهذه المبالغ، مبالغ الذرعات، حتى يكون العمل متواصل. طبعا المبالغ هي لا تكفي وتمثل اقل يعني بحدود 20%، لكن المقاولين راح يبدون بالعمل ونتأمل إن شاء الله نكمل خلال 3 سنوات.